أجود أنواع الخزف والسيراميك بأياد جزائرية ومادة أولية محلية، ذلك ما يميز هذا المصنع المتواجد ببلدية العش ببرج بعريريج. إنتاج وفير يغطي اليوم السوق الوطنية ويصدر نحو دول الجوار بفضل دعم ومرافقة الدولة. في الماضي القريب كنا مستوردين، واليوم الحمد لله أصبحنا مصنعين وكذلك مصدرين. أول شحنة إن شاء الله تمشي إلى ليبيا الشقيقة ضمن عقد يعني كبير جدا إن شاء الله. الشحنة هذه الأولى قيمة حوالي 40 حاوية تقريبا 300 إلى 400 ألف دولار. وكذلك عندنا اتصالات جد متقدمة مع بلدان إفريقية أخرى، أولها سنغال ثم موريتانيا وكذلك مالي والنيجر. ماكينة عصرية بخصائص تقنية عالية يتوفر عليها المصنع لإنتاج الخزف والبلاط الأرضي، ماكينة تساهم في رفع طاقة الإنتاج. يحتوي على آليات أو ماكينات جديدة بآخر صيحة، وهذا كل هذا يساعد على مضاعفة الإنتاج. والشركة اليوم تحتوي على خط واحد، لكن مستقبلاً في المستقبل القريب يكون هناك خط ثاني بماكينات في آخر صيحة إن شاء الله. توظيف أكبر عدد من شباب المنطقة، ذلك ما يراهن عليه مصنع السيراميك في انتظار التوسعة بمضاعفة الطاقة الكهربائية. المصنع يوظف حوالي 150 عامل، وإن شاء الله على كتب ربي إن شاء الله ومشينا للتوسعة إن شاء الله تاع المصنع نقدروا نمشيوا حتى 250، لما لا حتى 300 عامل. المشكل الأول في التوسعة هو لو رونفورسمون دو لا لين سونال غاز ديبار بي بي ام سي، صدير هذا الخط هذا لازم يكون التوسعة تاعو والتقوية تاع التيار الكهربائي اللي يمشي من برج بعريريج للعش. وبما أن مصنع السيراميك يساهم في خلق الثروة، فقد عملت السلطات المحلية على مرافقته بتجهيز مخطط جديد لتدعيمه بالكهرباء. راح ندخلوا في منهجية مع السيد مدير سونال غاز باش نمكنوا كل الوحدات الإنتاجية اللي متواجدة هنا بالمنطقة باش تتوفر لها الطاقة الكهربائية اللازمة لشبكة الإنتاج نتاعها. مصنع السيراميك يطلب طاقة إنتاجية طاقة يعني زائدة فيما يخص الغاز والكهرباء، كذلك المؤسسات اللي تخوض في الصناعة الميكانيكية نفس الشيء. وعلى الأساس راح يكون مخطط جديد لتدعيم هذه الوحدات بالطاقة الكهربائية. دفع الاستثمار بتوفير العقار الصناعي ورفع العراقيل عن الوحدات الإنتاجية، كلها إجراءات اتخذت لدعم هكذا مؤسسات، دعم من شأنه تشجيع الإنتاج المحلي وتوجيهه نحو اقتحام الأسواق الأجنبية.